الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أكد خبراء اقتصاديون أن موازنة العراق لعام 2022 قد تقر بمبلغ 90 مليار دولار. وأضاف هؤلاء الخبراء أن سعر برميل النفط قد يوضع في الموازنة ما بين 60 إلى 65 دولارا، وأن الإنفاق العام قد يقترب من 130 تريليون دينار، مشددين على ضرورة تعديل الحكومة المقبلة سعر صرف الدولار وتحديد سعر ذكي للصرف يميز بين الإنفاق التشغيلي والاستثماري. ومع استمرار تلكؤ المشاريع الحكومية، أعلنت هيئة استثمار المثنى أنها سحبت 100 إجازة استثمارية في مختلف القطاعات في المحافظة منذ تأسيسها في عام 2008. وقالت الهيئة أن أسباب سحب تلك الإجازات يعود لتدني نسب الإنجاز وعدم استغلال الأراضي التي منحت لها، مضيفة أن الهيئة قامت بسحب هذه الإجازات بعد تلكؤ المستثمر في العمل. كما أوضحت هيئة استثمار المثنى أن الإجازات التي سحبت أعلنت باعتبارها فرصا استثمارية مرة أخرى وفق ضوابطها أقرتها الهيئة نفسها. قال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى السابق حق الجبوري إن ديالى كان فيها أكبر مزرعة في الشرق الأوسط للرمان في قضاء المقدادية تمتد لأكثر من 4000 دونم، إلا أنها تحولت بعد أحداث حزيران 2014 إلى أرض جرداء بسبب الجفاف والفوضى الأمنية التي أهلكتها بنسبة 100%. وأشار الجبوري إلى أن العراق خسر بفقدان مزرعة الرمان هذه إنتاج 20,000 طن سنويا من أجود أنواعه، والتي كانت تؤمن حاجة الأسواق في ديالى وبقية المحافظات. من جانب آخر، رجحت لجنة الأمم المتحدة للاقتصادية والاجتماعية في نفس الوقت لغربي آسيا إسكوا انتعاشة اقتصادية للمنطقة العربية في عامي 2022 و23. وقالت اللجنة بأن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سيرتفع إلى 3.7% في 2022 و3.6% في 23. وتنبأت اللجنة بأن وتيرة الانتعاش ستختلف بين البلدان وفقا لمعايير من بينها احتساب سرعة حملات التلقيح ضد فيروس كورونا وعائدات النفط والسياحة وحجم التحويلات المالية وتدفقات المساعدات الإنمائية. في غضون هذه الأحداث، ارتفعت أسعار النفط عالمياً عقب اضطرابات الإمدادات النفطية في كازاخستان وليبيا، وارتفع سعر خام برنت 16 سنتاً ليصل إلى 81 دولاراً و91 سنتاً للبرميل الواحد، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً ليصل إلى 79 دولاراً و5 سنتات للبرميل. وصعدت أسعار النفط 5% الأسبوع الماضي بعد أن عطلت الاحتجاجات في كازاخستان خطوط القطارات وأضرت بالإنتاج في أكبر حقل نفط في البلاد. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن. إلى اللقاء.